يا هلا والله، معكم كفلوق، واليوم جايب لكم لعبة بالون تي دي 6 او حرب البالونات. ولا تنسى اشتراك ولايك، وخلونا نبدأ يا شباب. مثل ما تشوفون هذا الماب اول مرة العبه، لكن حاب تفاصيل لان عندنا هنا في موية نقدر نستفيد منها، وعندنا هني المسار شوي متعرج، وعندنا هنا مساحة مرة كبيرة نقدر نستفيد منها. وخلونا نبدأ بالاستراتيجية. هذا هني يعني قاعد مخمخ انا. تمام، نبدي بالرخيص اول باستراتيجية اقتصادية، اللي هو راح نحط هذا الشيء هنا. تمام، ونعطيه تطويره ونبدي وننتقل يا شباب الى راوند 20. وباك يا شباب، ونرجع لكم بعد ما وصلنا راوند 20. مثل ما تشوفون ما سويت ولا شيء عشان نسوي شيء خطوة بخطوة وياكم. هنا راح اطور هذا بما انه ماشين على الطريقة الاقتصادية. هنا عندنا تطويرتين، عندي التطويرة هذه وعندي التطويرة هذه. هذه سبق وجربناها، ايش رايكم نجرب السوبر مانكي؟ طبعا هذا يعني من جمهور السوبر مانكي هذاك الغالي. زين، انا فاتح تطويرها كاملة، فاتحها كاملة. اوكي، خلونا نجرب يا شباب. سكرتها ليه؟ والله بالغلط، والله بالغلط. زين، حط واحد ثاني، خلاص راح نحط واحد ثاني، بس خلونا نطور هذا. ايوه، بعطيه التطويرة هذه، ابيعها واعطيها هذه، هذه قوية. تمام، نرد الحين نسرع على راحتنا يا شباب. خلونا نبطع عشان تشوفون القذيفة حقتها، تشوفونها؟ بس المفروض انها تضرب هنا وترجع، ليش ما قاعد ترجع؟ لا، خليه يضرب سيدة، خلينا نشوف. هذه المفروض انها ترجع يا شباب، بس ما ادري ليه الحين ما ترجع، ما ادري المشكلة بالماب ولا لازم التطويرة الأخيرة، التطويرة الأخيرة غالية. فخلونا منها، خلونا نرد نسرع الزمن. تمام، نحتاج الحين يا شباب تعزيز. تعزيز للمكان. انا افكر احط الساحر بهذه المنطقه. طبعا هذا الشيء يا شباب تشوفون هذه الجمجمه هذه نقدر نشيلها بألف، بس الحين احنا مطفرين ما راح ندفع ألف ونشيلها، فخلوها بمكانها. نحط بعدين اشياء ثانيه. هنا السوبر مانكي هني راح يكون مكانه خرافي، لانه راح يكون بالوسط، راح يكون خرافي جدا. بس الحين لازم نعزز الموقف هنا، يعني الحين معتمد على الهيرو على هذا بس. اوكي، جمعنا فلوس كويس، خلونا نحط هنا ان شاء الله بس ما نخسر، ان شاء الله بس ما نخسر. انا هذا اللي شايل همها. تمام، نحط تطويرات بس عشان يطلع لنا بكميه كويسه. ايوه تمام، تعال الحين انت يا ساحر، خليه هنا بالوسط. تمام، هذا المكان ما راح اطور تطويرة النار، ابي اطور تطويرة الزومبي اللي تحت، افضلها صراحة بهذا المكان لانه استراتيجي، راح تجي المناطيد من هنا على طول، فهمتوا؟ شوف بعد يطلع اشياء بنفسجية وحركات، هذا اللعب يا وديع، هذا اللعب يا حبيبي. يلا باقي 380. طبعا هذه التطويرة الحين يا شباب بس يطلع بلالين، بس تفافيخ فقط لا غير، ما راح يطلع سفن الين طور ال 20000. فال 20000 يعني احس تو ما راح نقدر نطور، لكن هذا الحين دفاع كويس، بس مو ضد اي منطاد يجي، انا متاكد اي منطاد راح يجي راح يخرب ام الدنيا هني. خلينا نشوف هنا كم ذبح، رغم انه هم يعني شوف مداه بعيد مره، بس ظهر البلالين مسوي شغل. تمام، نحط له هذه بس عشان يصير عندنا هنا نار، عشان لو مر شيء بسرعه كذا نصيده بالنار. حلو، عندنا 3000. خلاص نبيع هذه. ايوه، الله والله فضل ماب. تعال احس من شالوا هذه العظمه هنا صار في فراغ، ما ادري ليه. اوكي، نحط نبي نحشر المكان شوي. يا 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 يا, يا, يا اخي بسرعه اثبت. ايوه، هنا اللعب يا حبيبي، زود المدى بس اهم شيء. شوف صار يطق من بعيد، حلو، هذا جميل جدا. الحين نحط له الليزر بس، لان الليزر يخلي الدمج ماله مو طبيعي، خصوصا ضد المناطيد، فهذا الشيء اللي مره نحتاجه. صراحة الماب يا شباب رايق، احسه كذا كتكوتو جميل، ادوبي، يعني شيء حلو. اوكي حلو، وصلنا راوند 40 بسلام، بس وصلنا لمفلسين ترى، يعني ركزوا وياي المفلسين. اوكي، نقدر نحط وحده خامسه هنا؟ ما نقدر، ما في مجال. اوكي، نقدر نبيع هذا؟ لا ما نقدر. تمام، الحين نحتاج منه يا شباب. لحظة، قبل لا نحتاج، أنا أفكر أحط هذا هنا بالوسط. تمام؟ أيوه، لا أقربه هني شوي.
لا خله هنا بالوسط. حلو، او خليه هنا. اوكي راح خلي هذا مبدئيا هنا، تمام، يكلف 1000. راح احط الشخصيات حوله لان هذه المنطقه واسعه مثل ما تشوفون، وراح يعني كذا تاخذ جوله طويله الاشياء، فحسه هنا مره ممتاز. ايوه فهمتوني الحين، فهمتوني شو اللي اقصد. يعني لو احط هذا وهذا وهذا ثاني بعد، وسوبر مانكي ثاني بعد، زين راح يكون الامور مره تمام. و اوه شباب ايش رايكم احط هذا من البدايه؟ احطه من البدايه عشان يعطيني، يصير يعطينا فلوس هذيك التطوير الغاليه. لا بس ما بيحطه هنا، خله هنا، خله هنا، لان هذا المكان شايفين المدى ماله كويس، المدى ماله ممتاز يعني يطق مني ويطق مني، فلا خلوه هنا زين، لانه مو مهم يطق احد اصلا. حلو 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 حلو، الحين بدت توضح الفكره. وهذا هنا يحشر، حشر نبي حشر عشان ادعس هذا بالشخصيات زين. والنينجا، النينجا هنا زين. الحين نحتاج اصلا نطور هذا عشان يعطينا خصم، ايوه عشان يعطينا الخصم اللي نحتاجه. شايفين قلت الاسعار كلها، لكن احنا هدفنا هنا. بس يا ربي والله يبي فلوس كثير. اوكي نطور هذول عشان يطلعوا لنا فلوس اكثر، عشان نختصر اكثر. ايش رايكم؟ هي فكره كويسه، ترى كويسه يا شباب، فكره كويسه، ودفاعاتنا ممتازه كبدايه. ها ركزوا وياي، عندنا السوبر مانكي، عندنا الساحر الهيرو، وعندنا هذا الوحش ما شاء الله عليه. وهنا هذول يعني وجودهم زي عدمهم يا شباب، بس لا احد يقول لهم. بيني وبينكم خلاص مو كل شيء تقولونه يا جماعه، هذا اسرار بيني وبينكم، مو اي كلمه تقولون. لا 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 زين نبدي، خلينا نشوف كم. اوكي لحد هنا نحتاج 6000 تقريبا، لان هذا 800 وهذا 200 هذا 200 وهنا واجد والله فلوس يا جماعه، هذا يبي دراهم. اوكي خلينا نشوف في عيد ولا لا. لا ما في عيد. حلو 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 حلو. اوكي الحين خلاص دايركت نبي التطوير الاخيره، بس احس الدفاعات عارفين احساسي شنو؟ تعرفون لما تكون تحس الدفاعات يعني ضعيفه شوي زين. اي لا الزق فيه الزق فيه، راح اعطيه التطوير الناريه. ايوه الحين حسيت بامان اكثر، لان هذا مره ترى مو طبيعي قوي جدا الناري. فالحين اقدر اجمع المبلغ اللي حنا نحتاجه بالراحه. تعال جيب ال 200، جيب ال 200 يا حبيبي، جيب. عيب ال 200 هذه يدويه يا شباب، هذه عيبه يعني، لو ياخذها اوتوماتيك مو احسن؟ يعني لازم كذا اقعد اركز عليها كل شوي. حلو حلو ركزت المنطادين جو، والامور عدت سليمه بدون مشاكل، فهذا الشيء اللي نحتاجه. ايوه شوف هذا المنطاد الثاني، يا سلام يا سلام، لحد الان امورنا فوق التمام يا شباب، فوق التمام يا شباب. ف هو قاعد يضرب ترى شيء من بعيد، اظن عنده قدره او شيء انه يضرب من بعيد، اظن ان شفته هنا مسك بالونه ما ادري ايش سوى فيها. شايفين هذا الخطر، هذا الخطر، البالونات الجيشيه، بس مأمن نفسي هالمره. اي خلاص تعلمنا يا شباب، تطورنا حنا. وعلى فكره يا شباب في ناس واجد يطلبون مني اللعبه مجانيه، هذا الجزء مستحيل تحصله مجاني، لازم تشتريه بفلوس، سواء اذا جهازك اندرويد يعني جالكسي ولا هواوي او ايفون، تمام، او اي شركه كانت يعني عادي سامسونج اي شيء اي شيء. اللعبه هذه بفلوس، ما هي مجانيه نهائي. اما ممكن الجزء الخامس اللي قبل هذا ممكن تحصله مهكر، ممكن، بس هذه لا، باقي الشركه يعني حريصه مره ان ما حد يهكرها وما حد يخربها. مع انه والله ترى هذا الجزء يعني صار له فتره نازل، المفروض ينزلون الجزء السابع يعني عشان كذا نشوف التطور الحقيقي، بس ما هم ناويين ينزلون التطور الحقيقي. حلو 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 حلو، كم باقي لك؟ شباب هذا اللي ما حسبت حسابه انا، هذا اللي كان برا حساباتي وتحسباتي. يو وصل هالمنطقة ما انفجر. اوه ماي جاد، اشواء عدت سليمة يا شباب، مبروك مبروك لكم ولي ولك لكل كل. حلو خلاص الحين كل راوند راح يجينا 1000 من هذا.
والباقي راح يجي من هنا المفروض. هذه 3000 طور. حلو 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 حلو. في تطور يا شباب، تونا راوند كم؟ 62. تو الناس يا اصدقائي. بس احس اني متاخر بالتطويرات انا. ما احس اني متاخر، لا تو في مجال، في مجال صح، في مجال، لان في بالي خطه ما اقدر اطبقها الا لما اجمع فلوس. في بالي فكره يا شباب، في بالي استراتيجيه بالمنطقه هذه. حلو، زين اني تذكرت يوم اشرت على هذا المكان. تدرون من تذكرت؟ تذكرت القناص. القناص يا شباب ما نستغني عن خدماته. وينك القناص؟ ايوه طلعت فلوس انت. المشكله القناص يعني عادي تقطه باي مكان. هنا هنا يلا هنا هنا خلاص خليك يلا هنا تمام. راح نطور القناص يا شباب. ايوه خلاص الحين صار يوقف لنا. ايوه مثل ما تشوفون وقفها كلها، هذا الحلو. طيب متى تمر هذه؟ انا لو ادري ما حطيتك، خرب بيتك، ما عندي دفعات هنا. خلاص عاد توقف. والله الحاله ما حطها يا شباب، والله دمجه ما شاء الله، والله ما شاء الله عليه. انت طورت وانت وانت وانت. تمام حلو يا شباب، الحين الوضع المادي في تحسن. نبدا الحين نطور على كيفنا. طبعا يا شباب الخطه كالتالي، شايفين هذا؟ ابى احط منه كميات هنا وهنا، تمام؟ عشان زين لحظه، ليش ما اخلي واحد هنا الحاله صح؟ ما ادري والله، ودي احط واحد الحاله والباقين هنا وهنا. اوكي اوكي، لا هذه كويسه كويسه يا شباب، خليه هنا في مجال نحط اللي نبي يعني. تمام، نعطيه تطويره الوسطيه اللي فيها الالتي ضرب القاضيه هذه. تمام، طبعا هذا اغلى شيء يعني، شايفين سعره؟ تمام، لحظه دقيقه يا شباب، هذه الخطه تبي فلوس. ليش ما احط هني شو اسمه ها، ولا احط هني؟ يلا نضحي بهذه الجهه يا شباب، خلاص نحط بس هنا عشان نجمع فلوس اكثر، عشان نجمع فلوس اكثر يعني. زادت القرنقش عندك تلعب حريه، هذه الفكره. ايوه احنا الحين تمام، صار عندنا 6. والله انا كان ودي احط المونك اللي ياخذ الفلوس، بس هنا خلاص ما ينفع، بهذا المكان ما ينفع. ايوه جيب هذول شويه. الحين عارفين من راح نطور، راح نطور هذا يا شباب. يا سلام، الحين خلاص. اوه صار يطلع من ورا مره، انا حاطه هني عشان يطلع من هني. طلعهم والله بعيد، اخر الدنيا يا حبيبي، اخر الدنيا يا زلطه. والله بعيد 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 حيل، بس داخل مداهم يعني، المفروض انه يوصلون لين هنا. شفتوا يقفون عند المدى ماله هذا، هنا يخلصون، يطلعون من هني ويخلصون هني. حلو، على الاقل هذه المنطقه كلها مامنه يا شباب، نلعب وحنا مستريحين ومطمطمطمنين. زين نطور هنا التطويره الوسطيه صح، اللي هي تطويره الهدف حقنا يعني، اللي هي الحين كم باقي؟ هذه طورتها انا، باقي هذه اللي هي اقوى شيء بالحياه، اقوى شيء بكوكب الارض. يلا وين وين الاعداء؟ اي تعالوا يا جماعه، ابي فلوسكم يا بعد عمري، ابي فلوسكم، اعطوني القرنقش اللي معاكم. حلو، صار عندي التيات كويس، صار يعني في الوضع في تحسن. فهمت شغله يا شباب، تشوفون القلوب عندي ما تزيد صح؟ لما يصير في بلالين وتمسكها الشوك واضغط هنا المفروض انها تزيد صح؟ اقول اني ضغطتها وما كان في بلالين. اوه هذول راح على الفاضي يا حرام. طلع ثاني مره بدون ما نطيد، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا. هذا يا شباب التطوير الاخيره راح وش يسوي؟ كل شوي يقط شوك يعبي الماب كله كل مره بدون التي. فالحين بنجربها مع بعض. كم؟ 34000. واجد يا مدير، واجد يا مدير، كثير كثير والله يا مدير. يلا 34000 نجمع، تستاهل السالفة، تستاهل إن شاء الله. تطور، شفتوا؟ هذه يا شباب التطوير الأخيرة خلاص، ترى هذه أقوى شيء يعني. كل راوند يقط الشوك بالكمية هذه، متخيلين؟ بدون ما أضغط التي، ما أسوي ولا شيء. شو الحلم الدفاع؟
والله يا جماعة خطير، كل راوند يسوي نفس الحركة. والله انه اسطورة يا شباب، معبي معبي الماب كله، شايفين؟ سلام. المشكلة ما تقدر تحط منه الا واحد. الله عليك الله عليك، والله كمية ضخمة كذا. راح نعدل الراوندات سريع سريع صح؟ لا احنا بنفس الراوند وهو قاعد يقط كل شوي. لا والله كل شوي يقط، ممكن راوند شوفوا كم مرة يقط. والله خرافي، احنا الحين راوند 79 ما تغير، باقي هذول ما خلصنا عليهم. والله اسطورة، والله اسطورة يا شباب، اقسم بالله انه شيء مو طبيعي. يعني خلاص عارفين شيء مرة قوي. احنا هذا ايش طلعها هذه؟ هذا ايش طلعها وهي تمشي بالبط هذا؟ تعال تعال تعال، ذكرت انا ليش ما اطور هذا؟ ايوه ايوه، اخبطهم خبط. هذا اللعب يا حبيبي، هذا اللعب يا حبيبي، شايفين؟ شوف ما كملت، ما كملت الزرقة ترى وتنفجرت كذا الماب على طول مفول. والله شيء ترى قوي يا جماعة. تكفى نبي نزيد القلوب يا أخي. واحد اثنين، ما أدري ما ضبطت، ما ضبطت يا شباب. تذكرون بالحلقة اللي طافت، هي اللي طافت أو اللي قبلها، وصل هني القلوب 600 قلب كان عندنا. يا سلام، والله العظيم انه خرافي، والله العظيم انه خرافي. كل شوي راح يعبي الماب. تمام، نبي نطور هذا بعد التطويره الاخيره ام 45. خلاص يعني صار عندنا التيات بدون ما نطلع التيات، فهمتوا؟ يعني هذا كل شوي يقط شوك، فهمتوا؟ هذا على طول يطلع لنا تنين يفتر، مو تنين، العنقاء هذه الناريه اللي تفتر. والله ترى يعني تصير دفاعات قويه قسما بالله، شيء ما شاء الله. انا ليش ما فكرت فيها من اول؟ وين مخي بوقتها؟ اسمع علي ما عليك، احنا نتطور مع الزمن، ما نتطور بيوم وليله. نبي نجرب السوبر مانكي صح، بس اول شيء نجرب هذه، اول شيء هذه. وينك وينك انت؟ ايوه شوف الحين الحنقاء تفتر بدون ما اطلعها، بدون ما اطلعها، خلاص هي موجوده الحين. الحين يا شباب نجمع فلوسنا بس دقيقه، نحط هذا هنا زين، ونطور التطوير الوسطية اللي هي السوبر مانكي. بس طالع له التي، بس يسوي؟ يوه خلص الراوند، سويته وخلص الراوند. يلا ابدو، خلصت خلصت الغدرة، خلصت. ما استفدنا يا شباب، هذا ما طورته نسيته. لا لا تطور 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 المصاعب قدام مو الحين. بس انا منبهر من هذا، هذا الشيء يا جماعه والله ابهرني صراحه، خرافي. ايوه شوف البنفسجيه هذه وين تقدر توصل، مو البنفسجيه، المنطاد الاخضر وين يقدر يوصل، وين يوصل ويوقف خلاص، يقول انا استسلمت. حلو، بالمنعطف هذا خلاص ما يقدر يكمل. ايوه يلا يلا، صار يطق بسرعة نفس السوبر مانكي. أيوة شايفين، خلاص عرفت الألتي حقه، أمنا فايدة أمنا فايدة أحس. بس يلا ما عليه ما عليه، نحن لها يا شباب. الحين وش عندنا بعد؟ تعال تعال، لا مو أنت مو أنت أنت، التطوير الأخير فتحته أنا، هذه فتحتها، باقي هذه، هذه ليش ما فتحت؟ طيب أيوة نجرب اللي تحت، مع ان احس هذه يعني اشياء المفروض احطها بدايه الجيم مو الحين. بس عادي 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 عادي، انا روحي رياضيه يا شباب، انا روحي جدا رياضيه، خلونا نجرب كل شيء ننبسط، الفكره ان ننبسط باللعبه. تمام، انت باقي ما طورتك، ما سويت فيك شيء. تمام، هذه فتحتها، هذه كم تبي؟ 35. وهذه ها، لحظة لحظة يا شباب، لحظة لحظة لحظة، لازم نعيد ترتيباتنا. احنا بالمقدمة هنا ما في دفاعات، صفر بالمقدمة، الصفر ما عندنا شيء نهائي. فوش المفروض نحط؟ تعال انت هنا، لحظة تعال انت هنا، خلينا نسوي التطوير الأولى زين، ونحط واحد مثله. وين نقدر نحط؟ احنا بالفكره انه وشو نبي ياخذ اكس بي.
ايوه حطيت منه اثنين مره ممتاز. انطورتك التطوير الاخيره. هذول الرعب شفتوهم؟ هذول الرعب المناطيد السود السريعه هذه، هذه كابوس مو رعب. بس تعال انت، تعال 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 تخليك هنا، راح اطورك التطوير التي هي الذي، لان هذا اقوى تطوير عندنا هنا اللي تحت. هذه خرافيه، هذه خرافيه التطوير اللي تحت. وبعدها من نحط، بعدها من نحط، بعدها من نحط الوحش هذا ما حطيناه، نسيته الوحش هذا، نسيناه يا جماعه. هذا سوبر ستار الحلقه اللي طافت، لازم يكون موجود. تطوير الاخير على طول. لا سرع، انا ليش ابطئ؟ انا على بالي انه بطيجي تسرع. شوفوا شوفوا يا شباب، بدنا نشتغل صح. ها لا اصبر، ما حطيت الليزر، ما حطيت الليزر يا حبيبي. ايوه عطني تطويرة الليزر، تمام، وحدد لي هنا. ايوه العب العب يا وديع العب، طشر للدنيا. شايفين شايفين من هنا قامت تنجلد من البداية، مو مثل اول. خلاص حنا الحين تطورنا يا حبيبي، لقد تطورنا. نعم زين، نحط هذا. هذا له التطوير الاولى يا شباب، والله ما عمري عبرتها. هذه هذه والله لا افتحها شوف شنو هي. يلا ها، والحين بنشوف نقدر نطور التطوير الاخيرة. لا والله باقي. الحين راح احط اشياء صغار هذا، يوزعهم بالماب المفروض، تمام. ايوه نفس هذا، شايفين شايفين المفروض انهم يتوزعون بالماب. هنا واحد اصفر، المفروض انهم يعني يطقون ويختفون ويرد يحطهم ثاني مره كذا، ترى الفكره حقته. لكن هدفنا بهذه الحلقه الوحش هذا، الاسطوره، بسميه الاسطوره انا خلاص. هذا اسطوره الاساطير، هذا وحش الوحوش. بس نرجع لخطتنا الاولى، ان نحط هنا واحد، وهنا ايوه قرب واحد، هنا واحد. اصبر 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 اصبر، انا اندمجت. اوه وصلنا البنفسجي. عطني يا حبيبي، عطني عطني، حطها. اي اجلدها يا حبيبي، عطني التي حقك. عبينا الارض شوك يا شباب، الارض مستحيل احد يقدر يمر منها، لان خلاص عطبنا بام امها. حلو 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 حلو، يا سلام يا سلام يا سلام. الحين وقفنا راوند 100، خلونا هني نطور على راحته. الحين التطوير الوسطية حطيناها، الحين نحط الأخيرة يا شباب. خلاص هذه أقوى شيء، تمام. والتطوير الأولى، وهذه عاد أغلى وحدة بالحياة. زين، وهني المفروض نحط وشو الوسطية ثاني مرة. أيوه المفروض نحط الوسطية ثاني مرة. ليش؟ عشان ما يمر هنا شيء فجأة، شيء فجأة هنا دعس دعس وجهي. نتذكر هذا اللي يصير بكل مرة، هذا اللي يصير بكل مرة يا شباب. أنا ماني ناسي، أنا ما انساك لو تنسى يا حبيبي، ولا يمكن إني أنسى. تمام تمام، نبي فلوس زيادة، نحتاج إلى الموني موني يا شباب، نحتاج إلى الفلوس. هنا دعس، هنا دعس، هنا فخوخ، هنا مذبحة. إيه 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 أيوه الدنيا وديع. صار عندي التيين الحين، ها المفروض هنا يصير اثنين المفروض. ايوه صار اثنين، بس واحد حق القوة واحد حق اللي تحته. حلو، نحتاج الحين نحط واحد ثاني هنا، لان هذه هذا زمن المنكبة. لا لا انا خليه هنا، اقربه على هذه، هو راح يقط هنا وهنا الحين، تمام. راح اطيط التطوير الاخير اللي تحت. ايوه خليه يقط على مزاجه، خلوه يقط على مزاجه، خلوه يستمتع، يفخخ يفخخ فخخ. وين الفخوخ يا حبيبي؟ يا عمي والله زادت خطورة السالفة. شو وين يصلون الزرق، وين يصلون؟ يا سلام، نحتاج إلى قوة مدمرة صح؟ تدرون حنا من اللي نسينا ما حطيناه؟ الهليكوبتر، الوحش الهليكوبتر. بس طبعا مستحيل راح يكون منطقة الخصم، لأني لعبت فيها أنا، ما أقدر أحطها هنا. مو اسرح شوي. دقيقة
يا لهوي لا حد يعدي يا شباب، لا حد يعدي يما. عدينا 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 يا ربي لك الحمد. والله حتى نسيت شنو حطيت. دقيقة، أيوة للحين. أوف الجلد شغال. تعال انت تطور، انت تطور، آخر تطويرة تطور. زين وش عندنا بعد؟ وش عندنا؟ لازم دفعات تزيد. تعال انت، انت بخليك هنا. زين الفكرة انه تطويرته هذه اللي تفخخ ال تفخخ الطيارات، نقط عليهم قنابل، فهمتوا؟ ايوه هذه الطريقة اللي حنا نحتاجها. والله ترى دفاعاتنا بهذه الحلقة يا جماعة خرافية، الدفاعات خرافية. وباك يا شباب نرجع نكمل مثل ما تشوفون، هذه المدعسة مستمرة. ودنا احنا نطور يا شباب، ودنا احنا نطور. هذا خلاص اخر شيء. حلو 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 حلو. الله يستر الله يستر الله يستر يا شباب. والله الموضوع مرعب صراحة، الموضوع مرعب، بس ان شاء الله نعديه. عطني الالتي حقك. خلص لي على هذول، خلص لي اسرع سريع. انت 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 ليش ما تطورت؟ اوه ماي جاد، يا بفلوس يا مي. اوعى نخسر، اوعى اوعى ها، نبي نخسر يا شباب، نبي ندعس. نبي صار عندي 250 كانوا 200، ها ما ادري كيف بس ضبطت السالفه، ما ادري كيف بس ضبطت السالفه. قام يعطيني قلوب بالروح، ما ادري ايش صار. كريم فجاه. اوكي تعال انت وتعال انت. ايوه ايوه يا سلام عليك يا سلام عليك. فخخ الارض يا ابو عابد، فخخ الارض يا ابو عابد. يا لهوي يا لهوي. حلو حلو عدينا عدينا. راوند 111 يا شباب. الله عليك الله عليك. يلا 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 يلا. خذ العنقاك، العنقاء وياك، خذها خلها خلها تفتر. فجر ام الماب. ها زاد زاد 75. شغل الليزر، اضرب بالتي هي اللزي. ايوه لا لا ان شاء الله معدين. هذه بسيطه، هذه بسيطه. نستطيع نستطيع نستطيع. والله قدرنا يا شباب، والله كفو. ان شاء الله كفو 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 ان شاء الله كفو. يا عدت عدت يا شباب، عدت 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 يا شباب عدت. احنا قاعد نجمع انا حق منو؟ انت 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 اللي لازم تطور، هذه اهم شيء. والله ترى يسوي شغل، ترى لا يغركم، ترى يدمج. هذا ليش حسيت الملعب فاضي شوي؟ عطى وحدة ثانية، عطني فلوس يا حبيبي. أيوة شغل شغل المدافع النفاثة. الله عليك الله عليك الله عليك. دقيقة يا شباب نحتاج نطور هذا، نحتاج نطور هذا. أيوة الحين صار عندنا دمج أقوى من أول، صار عندنا دمج أقوى من أول. ادعس يا مدير، ادعس ادعس يا مدير المدراء، ادعس يا أقوى واحد. جماعة المناطيد هذه هي المرعبة، والله والله مرعبة، والله تخوف. السودة هذه يا ساتر منها، سريعة مرة. أيوة فخخ فخخ، ما في إلا الفخوخ يا حبيبي، فخخ. أيوة لا هذا أظن سهلات، أظن أظن ما متأكد بعد، في شكة بالموضوع، في شكة بالموضوع يا شباب، في شكة بالموضوع. الله 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 عليك الله عليك الله عليك. راوند 116 والله يا شباب أشكركم، واللي يوصل هذه اللحظة يكتب لي تم ولايك، والله يستاهلون. اللي وصلوا هذه اللحظة أنتم الأساطير. نعم نعم لأنكم تابعتوا الاستراتيجية من البداية. نبي التطوير هذه يا جماعة، هذا ترى خرافي. صير يطلق ليزر، صير يطلق ليزر يا شباب، يطلق ليزر، إنه الليزر. قبل الليزر قبل الليزر لا نموت. هذا اللي يخاف بعدها يما.
طق كل شيء. طق كل شيء يا مدير، ما ادري سويت يا ما هذه يا شباب، والله لا تخوفني قسم بالله. ايوه يلا تطور، شوفوا الحجم، شوفوا الحجم يا شباب، شوفوا الحجم صارت كبيرة، والله صارت خرافية ما شاء الله. اثنين حيوانات، انتم حيوانات تكثرونهم ليه؟ ليه تخسروننا عمدا؟ انتم تبي تقتلون المتعة. شوف هذه وين وصلت جماعة، ترى وصلت مسافة كبيرة يا عمي. اذن بنطق هذه بس. الله يستر، عدت حدت 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 يا شباب، بدينا نوصل لمرحلة الخطر. انها مرحلة الخطر يا شباب، انها مرحلة الخطر. كم اكرهها والله، اكرهها يا شباب لانها مرعبة مرعبة، بس استمتعت صراحة. يعني انا ما ادري متى راح نخسر تمام، لكن نحن صامدون، هذا الاساس. هنا عندنا التطوير ماكس، وهنا ماكس، وهنا ماكس يا سلام، وهنا مو ماكس يعني تو تمام بعد. تعال انت انت انت، وليه ما طورتك؟ تقط سمومك على الارض، تقط سمومك على الارض، الارض تحتاج سمومك الخايسة. يا لهوي يا لهوي، الموضوع مرعب يا شباب. كم وإلى كم 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 راح نصمد؟ هنا الكلام يا شباب، الصمدة. إلى متى سوف نصمد؟ إلى راوند؟ ها؟ لا صعب صعب. توقعون نوصل 130؟ أنا أظن إنه صعب. أظن أظن. أنت تكفى أخذت إكس بي، نبي نفتح التطويرة هذه يا شباب. هذه تطويرة خرافية حق هذا، فنحتاج إكس بي. وش 7000 أنت وجهك؟ وش 7000؟ اليوم حاط الظهر لأنه ورا ما قاعد يضرب. وش أحطه بالمقدمة يعني؟ وش أسوي؟ ها؟ حطه بالمقدمة. زين تعال تعال، حنا هذا الساحر ما حطينا منه، هذا الساحر اللي هو التطوير الأولى هذه ما حطيناها، حطيناها الحين، حطيناها عشان يعزز الدفاعات. بس كم يبي؟ 27000. 27000 يا حبيبي، وش لاقي الفلوس بالشارع طايحة؟ لاقي الفلوس بالشارع طايحة؟ نجمع وشجر ومزارع وموز وتجارة وحرفنا، وآخر شيء ها؟ جماعة لازم يشوفوا لنا بنك تسليف هنا يسلفنا باللعبة يعني. عطى عطى يا مدير، عطى يا مدير، عطى من الضربات. تستطيعون تستطيعون. نعم نعم عدينا، والله كفو والله كفو. هذه وشي بنفسجية؟ لا مو بنفسجية، انا شكيت من البطء، شفت فيه بطء بالموضوع، شفت فيه بطء بالموضوع يا شباب. تمام راح نحط واحد ثالث من هذا تمام، ونحط له تطويرة ال ايوه ايوه. خليهم اثنين، خليهم اثنين يا شباب، لا للتعزيز يعني الفائق، للتعزيز الفائق، للتعزيز الفائق. نعم نعم نحتاج هذا الشيء يا شباب. زين ها اصبروا، لها الصدمة. خربيتكم خربيتكم، جيتوني على حين غرة، جيتوني من وراي، صدمتوني وانا حتى الماوس ضيعته، ما ادري وين راح. خلاص هذا وهذا. يا شباب الماوس ترى يضيع لاني قاعد استخدم شاشتين عشان توصل لكم الفكره. تكفى يا مدير، تكفى يا مدير. خسرنا حرام، وصلنا 128. يا خساره والله حرام، خسرنا بس ب 450. حنا كان عندنا يا قلبي. ما علي يا شباب، ما علي يا شباب، نعوضها ان شاء الله بالحلقه الجايه، ونصمد الراوند 130 الحلقه الجايه ان شاء الله. راوند 130 كل جداره واحترافيه باذن الله. كان معكم قفلوق، لا تنسون الاشتراك واللايك. السلام عليكم.